استقبل النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين معالي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النائب العام للمملكه العربيه السعوديه والوفد المرافق له خلال زياره معاليه للنيابه العامه في مملكه البحرين. تاتي هذه الزياره لمناقشه سبل تعزيز اليات التعاون القضائي الدولي بين النيابتين من اجل مكافحه الجريمه وبصفه خاصه الجرائم المنظمه العابره للحدود الوطنيه ومناقشه التدابير الوقائيه والجنائية في مكافحتها بالإضافة إلى تنظيم البرامج التدريبية المشتركة في مجال تنفيذ المساعدات القضائية بشأن الجريمة المنظمة من أجل الإرتقاء بمستوى التعاون القضائي وقد جرى خلال الزيارة استعراض الاستراتيجية الوطنية للنيابة العامة في مملكة البحرين في شأن تطوير منظومة التقاضي الجنائي وما ارتبط بها من مناحي التطوير المؤسسي والقضائي وسبل مباشرة التحول الرقمي في العمل القضائي من الناحية الفنية والتقنية.